أنا لله أقول إلهي أنت شاهد بقلبي. أنا دخلت مدينة العمارة قبل هذا المحافظ اللي الآن موجود، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم ما عرف منه. دخلت العمارة، مدينة وسخة، أكثر شوارع حمام بلطة. واحد من أهل العمارة قال سيدنا عارض بيت 80 مليون دينار ما يشتروه من عندي، عزمني بيت غدا، بعدين قال هذا بيتي أريد أطلع من العمارة. إجا هذا الرجل اللي الآن محافظ، هذا حجة يوم القيامة على الآخرين، روحوا شوفوا الآن العمارة. بعد ما هذا إجا أنا رحت أول العام كان عندك هناك مجلس، ومسوي العمارة جنة العراق، جنة العراق أحلى من بغداد لله، ما أعرف من والله. ولكن الزين زين ينقال حتى يتشجع. إذا تقول لي هنا محافظة السماء ما بيها فلوس، هناك ماكو فلوس، ميزانية ماكو، هذاك ما عنده ميزانية، شلون هذاك تمكن يجعل من المدينة الفقيرة مدينة حدودية، يجعل من عندها جنة العراق؟ واحنا ايش شكل مدننا؟ ليش باقي المحافظات ما يتعلمون من عنده؟ ليش محافظ السماء ومحافظ بغداد ومحافظ كربلاء ومحافظ ما ادري الديوانية ما يتعلم؟ ليش؟ يوم القيامة إذا الله سبحانه وتعالى طلب محافظ فلان محافظة، يقول له أنت ويا هذاك شنو فرقك؟ هذا الرجال حاطين صور أنا شايف ده يجمع زبالة بالشوارع، خدم شعبه، رحم الله والديه. لله قلت إلهي لأجلك ما أعرف الرجال، والله والله العلي العظيم ما أعرفه، ولكن ده أشوف أقول على الحق على المنبر. إن شاء الله كل المسؤولين يتعلمون.